السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نحضر لكم طبق جميل ومشهي ومغذي خاصة للأطفال، اللي هو عجة النجانق بالخضار اللي يسمى فعفوط. طبعا يسمى في بعض المحلات بالفعفوط. طبعا في عنا نجانق مقطعة شرحات، في عنا 4 بيضات، وفي عنا فلفل حلو أحمر وأصفر وأخضر مقدار نصف حبة من كل نوع، وعندنا فلفل حار، وعندنا بصلة مفرومة ناعم، بالإضافة إلى فلفل أسود وملح وزيت زيتون. طبعا طبق العجة النجانق بالخضار أو اللي ما يسمى بالفعفوط طبق شهي ومغذي، ويمكن عمله سندوتشات للأطفال. نلاحظ هنا نضيف زيت الزيتون إلى المقلاة طبعا الساخنة على النار، نذبل البصل والفلفل الحار بزيت الزيتون، ونضيف الفلفل الحلو الألوان الأصفر والأحمر والأخضر، ويمكن إضافة البندورة، يمكن إضافة الزيتون حسب الرغبة. الآن نقلب جميع المكونات على النار في المقلاة، هنا الآن نقوم بإضافة رش من الملح ورش من الفلفل الأسود إلى البيض. طبعا البيض مقدار 4 بيضات، ويخفق البيض جيدا حتى يتجانس مزيج البيض مع الملح والفلفل. نلاحظ أن خليط البيض قد تجانس. هنا الآن نقوم بإضافة النجانق، طبعا أي نوع نجانق، نجانق دجاج أو لحمة أو يعني حسب المتوفر. نقلب النجانق مع الخضار على النار، والآن نضيف البيض المخفوق فوق الجميع، ويترك على نار هادئة، يترك طبق الفعفوط أو عجة النجانق على نار هادئة. الآن يرفع ويوضع بالفرن، يرفع طبق الفعفوط أو طبق عجة النجانق ويوضع الآن بالفرن كما نلاحظ، ويترك حتى ينضج تماما. نلاحظ المنظر الجميل المشهي. نلاحظ هنا أصبح طبقة العجة مع الخضار والنجانق جاهزة. الآن يسكب في طبق خاص للتقديم. طبعا يمكن عمل سندوتشات من عجة الفعفوط للأطفال، وطبعا بذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل عجة النجانق بالخضار ما يعرف بالفعفوط. وللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة